أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل لثقيل النوم عذر في تركه الصلاة؟ وما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة فرض واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتركها من غير عذر. والنوم إذا كان طارئا مع أن الإنسان يريد القيام للصلاة لكن غلبه النوم، هذا عذر مرفوع عنه القلم. ولكن إذا كان من عادته أنه ينام ولا يبالي، يقول متى ما قمت صلي، هذا لا يجوز ولا تقبل منه صلاته، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. نعم.